هي الصدمة من كل ما صرح به وزير الشؤون الخارجية أحمد ونيس أمس بقناة نسمة التلفزية، تصريحات كانت محل تنديد ورفض من قبل موظفي الوزارة لإساءتها للدبلوماسية التونسية، وبناء على ذلك كان مطلب رحيل الوزير بالنسبة إليهم مطلبا لا رجعة فيه. حالة غليان قصوى شهدتها وزارة شؤون الخارجية اليوم للمطالبة برحيل أحمد ونيس رئيس الدبلوماسية التونسية في الحكومة المؤقتة، إثر تصريحات أدلى بها أمس إلى قناة نسمة التلفزية مثلت صدمة لكل موظفي الوزارة الذين اعتبروها مخجلة وغير ممثلة للدبلوماسية التونسية. اللي شفناه البارح في قناة نسمة نعتبره أن الشيء هذا ما يمثلش موقف الدبلوماسيين والدبلوماسية التونسية. الدبلوماسيين والدبلوماسية التونسية أرفع بكثير من هذه المواقف. مواقفنا صحيحة تتماهى وتتماشى مع الشعب التونسي ومع ثورة الشعب التونسي، وأنا نسطروها بالأحمر ثورة الشعب التونسي، لأنه ما قيل البارح يعني أنه وكأنه هناك يعني عدم اعتراف بهذه الثورة، وكأنه هناك محاولة التفاف على هذه الثورة. اكتشفنا وأنه السيد أحمد ونيس في كوكب آخر، في حلق في فضاء. احنا يعني دهشنا، قعدنا نستناه كل مرة ها مش حتصبوا على الداء، ها مش حتصبوا على الداء، لين تعداوا ساعتين والحصة بتاع القناة التلفزية الخاصة الأخرى مشيت هبان هكاك. يقول لي ما نروحش بجماعة على خاطر عائلاتهم وصغارهم، احنا يروحوا بينا في 24 ساعة، زملائنا روحوا بهم في جمعة، هزوا حوايجهم من غير ما يفهموا، توا ولا تقدير للصغار والمكتب، شبيهم ما قدروناش احنا، شبيهم يجيو في وسط العام ويروحوا بينا. قولوا لهم يا أبناء تونس سامحونا، الكلام اللي تقال البارح لا يمثلنا، نحن لم نرى نفسنا في هذا الكلام الذي قاله أحمد ونيس. هو تكلم لمدة ساعتين ولم يقل أي شيء، يتفلسف علينا، وكانت فلسفة في الواقع يعني من الحظير، ولذلك نحن نطالب بإقالته حفظا لماء الوجه. بالنسبة للقاء مع وزير الخارجية الفرنسية مثل أيضا صدمة، مثل صدمة لاعتبارين. أولا لأنه مقديش بعين الاعتبار الحس الوطني في تونس. وتحت الضغط غادر وزير شؤون الخارجية مقر الوزارة، قد يكون ذلك بلا رجعة وقد تكون مغادرته إلى حين. المجلس يفك الاعتصام إلى غاية نهاية الوقت الإداري، وقدوة عنا إجراءات أخرى كنقابة أعوان وزارة شؤون الخارجية إلا بعد رحيله من الوزارة. هو غادر للتشاور مع رئيس الدولة، قال ربما نعود نرجع، ونحن له بالمرصاد، ونحن له بالمرصاد حتى الرحيل. الجميع هنا تبرأ من الدبلوماسية التي يمارسها السيد أحمد ونيس، وقدموا مقترحات حتى تكون الدبلوماسية في مستوى تطلعات الشعب التونسي. طلبنا هو تشريك الدبلوماسية الشابة، فما قوات حية في الوزارة اللي هي عمرها ما خلات فرصتها إلى حد الآن. الدبلوماسية التونسية بشكلها الحالي امتداد للدبلوماسية في شكلها القديم، معناها كان الرؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصلية اللي ثلاثة أرباع نتاعهم من خارج إطارات وزارة الشؤون الخارجية هما كانوا يمثلوا أبواق النظام، كانوا يمثلوا دعاية تامة لوكالة الاتصال الخارجي، دعاية كاملة للتجمع الدستوري. كيفاش بهذوما تنجم تبني دبلوماسية جديدة؟ اللي يخرج البرة بالكلاف وبالرجوة، حتى حد فينا اولاد الخارجيه ما موجود في لي بوست البرا، ريتهم اللي قاعدين في الباب تاع السفارات والقنصليات الكل مش بيعت اولاد طرابلسي. كيف لانسان لم يشتغل بالدبلوماسيه ان يكون سفيرا او قنصلا او قنصلا عاما؟ نحن لنا من الطاقات ما يمكن ان ينهض بالدبلوماسيه ويجعلها دبلوماسيه رائده في العالم. إذن أصبح رحيل وزير الشؤون الخارجية مطلبا ملحا في الوقت الحاضر من قبل موظفي الوزارة في انتظار فتح ملفات أخرى أضرت بالدبلوماسية التونسية.